11:30 موعد وجديد الرياضة أونلايف، أهلا بكم. يدخل المنتخب الوطني المرحلة الحاسمة من الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا منتصف الشهر الجاري، وذلك عندما يواجه نظيره الكولومبي وديا بإيطاليا 9:15 من مساء اليوم في لقاء الودي الأخير قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال يوم الاثنين المقبل. ولا شك أن المباراة على ضوء الظروف الأخيرة اكتسبت الكثير من الأهمية للفراعنة، حيث من المقرر أن يختبر فيها هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة أكثر من بديل النجم الدولي محمد صلاح الذي أصيب في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال الأوروبي أوروبا. إلى ذلك اختتم المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر استعداداته لمباراته الودية أمام كولومبيا بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وحازم إمام رئيس البعثة وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد. ظهر جميع اللاعبين بحالة بدنية وفنية طيبة، وظهر محمد النني بمستوى متميز بعد مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية عقب عودته من الإصابة التي لحقت به مع فريقه أرسنال الإنجليزي. طلب الأرجنتيني هكتور كوبر من أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب أن يعتمد في مباراتي كولومبيا وبلجيكا على الحارس الذي سيشارك في التشكيل الأساسي بالمونديال. توجد منافسة قوية بين عصام الحضري حارس التعاون السعودي ومحمد الشناوي حارس الأهلي على المشاركة أساسيا في كأس العالم، ويفكر كوبر في تجهيز الحارس الأساسي من الناحية الفنية والذهنية خلال وديتي كولومبيا وبلجيكا قبل المباراة الأولى في المونديال أمام أوروغواي. أشاد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني بمعسكر المنتخب بإيطاليا مؤكدا أن كل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في المعسكر الذي من أجل البقاء في المنتخب في روسيا. من أول يوم المعسكر كويس جدا من حيث الإقامة، حيث ملعب التدريب في تركيز عالي جدا من الولاد. احنا بنتكلم في 28 لاعب مركزين جامد جدا في الفترة اللي فاتت. يمكن النهاردة التمرين الرئيسية بتاعت المباراة، بكرة مهمة جدا مع فرقة من كولومبيا، دي من الفرق المؤهلة لكأس العالم، فرقة قوية. فأعتقد إن شاء الله تكون مباراة بكرة كويسة، وإحنا مكملين في بيرجمو برضه بعد كده لغاية يوم 5/6 إن شاء الله لغاية ما نروح بلجيكا إن شاء الله. قائمة 4/6، القائمة 4/6 ال 23 لاعب اتحطوا على السيستم 4/6، احنا معانا 28 لاعب، طبعا محمد صلاح موجود معانا يبقى 29 لاعب. لا كله هيطلع معانا بلجيكا ان شاء الله، وطبعا اللي مالوش حظ مش هيكمل معانا في موسكو، بس ان شاء الله خير. يعني ان شاء الله اللعيبة متحمسة جدا، كل واحد عايز يعمل اللي عليه، شاف انها فرصة وجات له لغاية عنده فماسك بيها بايديه وسنانه، فدي برضه في حد ذاتها في تنافس محترم. وده اللي مستر كوبر عايزه، يكون في تنافس عشان يكون الاختيار يكون سليم ان شاء الله. كما اضاف لهيطة ان المنتخب يتابع حالة محمد صلاح، مؤكدا ان الفرعون المصري سيكون في معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 9 يونيو المقبل، ويسافر مع الفراعنة الى روسيا للمشاركة في المونديال. احنا قلنا الكلام ده من اول يوم لما كان المباراة شغالة، حتى كنا حصل اتصال على طول، اطمنا عرفنا الموقف، حصل اشعه العاديه في اول يوم، حصل اكس راي ثاني والام ار اي ثاني يوم، الحمد لله احنا متابعين على اتصال بيه. امبارح برضه كان عنده دكتور محمد ابو العلا، راح زاره، راح شافه، راح اطمن معاه كابتن هاني ابو ريده. لا الامور ماشيه زي ما بيقولوا، زي ما احنا شايفين الوضع كويس الحمد لله، ان شاء الله خير، ويكون معانا ان شاء الله، هيكون معانا في المعسكر بتاع القاهره يوم 9 يونيو ان شاء الله، وهيكون معانا سافر معنا على روسيا. حته بقى دخوله في الملعب امتى، دي بقى بنستنى يوم عن الثاني عن الثالث بنطمن، فبنعلن الوقت في حينه. لكن النهارده ما نقدرش نقول والله هيكون معانا المباراه الاولى، ما نقدرش نقول كده، بس احنا شايفينها 3 اسابيع، وان شاء الله 3 اسابيع يكون اقل من كده. هو عنده شعور وكلنا متحمسين، يكون ان شاء الله هكون هنحاول نكسر 3 اسابيع ان شاء الله، هيكون متواجد معانا خلاص. يمكن يعني احنا بنرجع من بلجيكا هو يكون برضه متواجد في القاهره ان شاء الله في نفس التوقيت معانا. قال راداميل فالكاو مهاجم كولومبيا ان معسكر ايطاليا مهم جدا لمنتخب بلاده قبل انطلاق المونديال. اضاف ايضا فالكاو ان المعسكرات المغلقه مهمه لكل فريق.
العزلة هنا تبقينا هادئين وتمنحنا الفرصة للتركيز على الأمور المهمة. من هذا المكان لا أعتقد أن أي شخص سيعرف ماذا نقوم به فنيا أو أي شيء نتحدث عنه، وهذه الخصوصية مهمة لكل فريق، لذلك كان رائعا القدوم هنا في إيطاليا، وأتمنى أن الذي نقوم به هنا سيعود بثماره في نهائيات كأس العالم من أجل جلب الفرحة لبلدنا. مهم جدا أن نلعب مع بعضنا البعض قبل نهائيات كأس العالم، جميعنا نلعب من أجل إتاحة الفرصة للانضمام لتشكيلة الفريق، ولكن هنا نترك كل المصالح الشخصية، لأن المهم هو أن تصبح التشكيلة قوية وكل لاعب يقدم كل ما لديه من الآن حتى بداية النهائيات. قال ميغيل بورخا مهاجم كولومبيا أنهم قاموا بتحليل منتخب مصر قبل اللقاء المقرر بينهما استعدادا للمونديال، مؤكدا أن منتخب الفراعنة فريق جيد وسيساعد منتخب بلاده في تطبيق التقنيات الأخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. سنقوم بتحليل أداء منتخب مصر. من المهم أن نلعب أمام منتخب يشارك في نهائيات كأس العالم. منتخب مصر هنا لأنه فريق جيد، وعلينا مقابلتهم بهدوء، ومن دون شك هذه المباراة ستساعدنا في تطبيق التقنيات الأخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. قرر المنتخب الوطني بقيادة هكتور كوبر السفر إلى بروكسل يوم 5 يونيو المقبل، أي قبل مباراته الودية أمام بلجيكا ب24 ساعة فقط. يخوض المنتخب الوطني مرانه الرئيسي مساء نفس اليوم يوم الوصول على ملعب المباراة، على أن يخوض المباراة في اليوم التالي ثم العودة إلى القاهرة مساء اليوم يوم 7 يونيو. يتواجد المنتخب الوطني حاليا في إيطاليا لخوض مباراته الودية اليوم أمام كولومبيا استعدادا للمونديال. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي اتخذ عدة قرارات مهمة في اجتماعه بخصوص قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة. قال مرجان أن مجلس قرر إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الاشتراك في نشاط لعبتي السباحة والكاراتيه. أوضح أن مجلس أيضا قرر توفير مدرب لكرة السلة لإدخال اللعبة ضمن أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير مدرب متخصص للياقة البدنية ومدربتين للسباحة لتوسيع قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. تعاقد نادي الجونة مع أحمد عيد عبد الملك جناح منتخب مصر والزمالك السابق لمدة موسم في إطار خطة النادي لدعم الفريق استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل. يعتبر عبد الملك خامس صفقات نادي الجونة المعلنة رسميا هذا الموسم بعد رباعي محمد ناجي جدو وأحمد مجدي وأحمد الشناوي وأحمد علي. رغم الظروف التي تمر بها ليبيا إلا أنها تقوم بالأنشطة الرياضية الرمضانية في جميع أنحاء البلاد. المزيد في التقرير التالي. مع اقتراب موعد غروب الشمس على ملاعب كرة القدم بمصراتة في ليبيا، تنظم مباريات كرة خماسية في إطار دورات رمضانية سنوية تقام في شهر الصوم، ويأتي الشباب والأطفال بالمدينة الساحلية الساعات القليلة التي تسبق موعد الإفطار في مباريات تشهد منافسة حامية ضمن هذه الدورات. نشجع الشباب بكرة أنهم يمارسوا الدوريات كلهم بصفة عامة. الدوريات ان بدات في الصيام ان راحه نفسيه وتلقط الشباب على بعضها وتعرف على بعضهم والحق ان الكرة تلم فينا على بعضنا أكثر من أي حاجة ثانية. ولا يقتصر تنظيم هذه الدورات على مصراتة، لكنها تنظم في أنحاء ليبيا بما فيها بنغازي في الشرق والعاصمة طرابلس، وينظم كل حي في كل مدينة دورته الرمضانية التي تتنافس فيها فرق في جولات عديدة يتأهل من يفوز فيها للنهائيات. أصبحت لدينا عادة الآن من أجل أن نقوم بتنظيم مثل هذه الدوريات، هذه التجمعات اللي تجمع الشباب في شهر رمضان المبارك في لمة رمضانية على مائدة كرة القدم. بالتأكيد من أجل الشباب في كل رمضان بإذن الله تعالى سنقوم بمثل هذه التظاهرات اللي تجمع كل الفئات هنا، الكبار والصغار والأطفال، وهذا هو هدفنا. هدفنا هو الرياضة تجمعنا ورمضان يجمعنا على مائدة كرة القدم. عودونا كل سنة يديرونا في دوري ونفوتوا في وقت كويس طبعا، وبالذات علشان الصغار والشباب هذيما اللي يجوا يتفرجوا، ووقت ممتع الحق يعني، واظهروا لنا الحق يعني فيه
قدرات وفيه مواهب يعني ممتازة الحمد لله رب العالمين. ويستفيد كثير من الشباب من الدورات الرمضانية في تحقيق تواصل مع مجتمعهم وتكوين صداقات جديدة. أخبارنا الرياضية مستمرة معكم مشاهدينا ويأتيكم فيها بعد فاصل قصير. جوريرو يحصل أخيرا على حق المشاركة في كأس العالم ويمنح بيرو دفعة معنوية كبيرة.